السلام عليكم. فتحت مصالح الشرطة بمدينة مستغانم تحقيقا في ملابسة وفاة فتاة 23 سنة عثر عليها ملقاة داخل شقة حسب ما علم اليوم الأحد من الأمن الولائي. وأوضح نفس المصدر أن مصالح الشرطة تلقت أمس بلاغ بوفاة فتاة داخل إحدى الشقق السكنية بحي 5 جويلية بمدينة مستغانم. وقام محقق الفرقة الجنائية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية على الفور بالتنقل إلى عين المكان مرفقين بأفراد الشرطة العلمية وأعوان الحماية المدنية، حيث تم العثور على الفتاة المعنية وهي ملقاة داخل الشقة. وبعد نقلها على متن وحدة الإسعافات التابعة للحماية المدنية إلى الاستعجالات الطبية الجراحية بالمؤسسة الاستشفائية لذات الولاية، أكد الطبيب المناوب وفاة هذه الفتاة التي تبلغ من العمر 23 سنة وحرارة ذات طبيب شهادة رسمية تؤكد أن أسباب الوفاة غير محددة وغامضة، يضيف المصدر نفسها. وقامت مصالح الشرطة بفتح تحقيق معمق في ملابسة هذه الوفاة المشكوك فيها بعد إخطارها وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم.